رحب بالسيدة النائبة سلاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. سيدة النائبة مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازي أهلا حضرتك؟ أهلا بحضرتك، أهلا بيك يا فندم. سيدة النائبة، توقفتي أمام إيه؟ أمام عرض وزير البترول اليوم أمام البرلمان، وأعتقد أنه ما زال مستمر، مش كده؟ هو أنا توقفت، ويمكن الكلمة اللي أنا هسأله فيها النهاردة قدام الاتفاقيات اللي كانت هناك في مشكلة بين أو حصل لنا في علينا تعويضات الأعوام السابقة 2 مليار جنيه، وده كان التوقف عليه. هل تم معالجة هذا الأمر في خلال السنة الحالية أو السنة السابقة؟ لأن عشان مش عايزين نتعرض لهذه العقوبات مرة أخرى. ثانيا برضو العمالة الكثيفة جدا اللي موجودة عنده، ده اللي هو التوقف. العمالة اللي في البترول كوزارة، حضرتك شايفة ان العمالة كتير ولا شايفة ايه؟ لا، انا شايفة ان العمالة كتير جدا في وزارة البترول، وشايفة ان في كتير منها غير متخصصة. دي وزارة من الوزارات المنتجة، يعني المنتجة، ولكن لما تيجي تبصي حضرتك تلاقي بعض الشركات فيها كثافة كتير جدا من العمالة، والكثافة دي تلاقيهم حتى لما تيجي تسألي الشاب يقول لك لا انا شغلي بسيط جدا، في حين ان بعض الشركات الاخرى تلاقي محتاجين عمالة فيها متخصصة، لان في فترة من الفترات كان بيخش شباب غير متخصصة، وحضرتك فاكرة القصة دي كويس قوي. المجاملات يعني هل عملنا لهم التدريب التحويلي علشان يقدر يبقى ينتج؟ طبعا. والشركات اللي بتخسر دي بتخسر ليه؟ لانها عندها عماله كبيره جدا ومش منتجه، وما بتديش العائد اللي هو مطلوب منها. وده اللي هو يعني اللي انا متوقف عليه، ومنتظر ان انا اسال معالي الوزير في الجزئيتين دول. المهندس طارق المول، طيب فيما يتعلق بوزير النقل، هل حضرتك كان عندك تساؤل معين ولا شفتي الاداء ازاي؟ لا، انا شايفه الاداء فوق العالي، شايفة خطة تم يعني عرضها على المجلس بشكل متمكن، شايفة أنها متوافقة مع التنمية المستدامة 2030، شايفة أن هي رؤية مستقبلية لشبابنا، وأساسا جاذبة للاستثمار في الدولة المصرية بشكل مناسب. شايفة برضو ان هي تحدي كبير جدا، برغم حضرتك شايفة ان كل ما تقولي بنعمل طريق، بنعمل كوبري جديد، بنعمل، الناس طبعا مش مستوعبة كل الكلام اللي بيتقال ده، وان ليه كل الطرق الجديدة، وليه الكباري، وليه ان احنا بنصرف عليها في المرحلة دي، لان هو رؤية مستقبلية لأولادنا اللي جايين والقادمين، وان انا بفتح استثمارات وبفتح طرق جديدة لمستثمر يشتغل في الصحراء وبيشتغل في اماكن نائية واماكن كانت محط من الاستثمار، ومدن بالكامل، وزي صعيد مصر كان محروم من الاستثمار، لان يقول لك انا النقل والتعبئه، وراجل بيفكر في طريقه النقل اللي هي بتبقى اكثر امانا، اللي هي عن طريق القطار والقياده السياسيه بتدعمه فيها. شايف اداء فوق العادي، شايف بيفكر خارج الصندوق. لا يعني بصراحة أداء مين أداؤه سيادة النائبة في الوزراء الفترة اللي فاتت ما كانش كما كنت تتوقعي أو شايفة أنه ما ينفعش يكمل بالأداء ده؟ طبعا يعني أنا شفت برضو في نوع من أنواع، يعني أنا خلينا نتكلم في الانتقاد البناء نقول جزء، لكن أنا ما أقدرش أحكم حكم نهائي، لأن الرؤية الكاملة لما تعرضت أمامي في نقد شديد جدا كانت لوزارة الإعلام، أن طبعا أنا مش متخصصة إعلام، ولكن كان النقد شديد جدا على مستوى الأداء. كان هناك برضو بعض وزير قطاع الأعمال كان في لغط كتير جدا، ولسه حتى الآن اللغط مستمر حتى الآن، ولما جبناش الحديد والصلب وعشان غزل المحلة وعلشان والدلتا للأسمدة وبالذات ان هو اقر ان يعني ان فعلا الملف بالكامل راح لوزارة القوى العاملة، واحنا عندنا وزير القوى العاملة اليوم سألنا على ملف العمال، وصل لسيادة قال ما وصلش ليا في اللجنة، فطبعا هذا اللغط لا يجوز، لكن كان ممكن اسوي لو انا عايزه اعمل عمليه تطوير لمصنع الحديد والصلب بشكل افضل من ذلك، واداء وقدره اداء افضل من ذلك، وان انا كمان اعمل نوع من انواع التدريب التحويلي للعمال دول، على لو في مكان جديد، لو في تكنولوجي جديد هيشتغل عليها،
تدريب. كان بالظبط كان أيوة. ممكن اقول اطمنهم اكثر اطمئنانا، لان هو العامل محتاج يطمن على مستقبله وعلى حياته القادمه. صحيح. وعايز يحس ان اللي تعب فيه ده ما يروحش هدر. صحيح. لو انا استوعبته كان ممكن كل المشاكل اللي دخلنا فيها ما كناش دخلنا فيها. انا بشوف انه اللغط اللي حضرتك بتقوليه او الدبيت او الحوار والاسئله من قبل حضراتكم للوزراء، الحقيقه انا بشوف ان ده شيء صحي للغايه، لانه احلى حاجه عند المواطن ان هو يشوف عضو مجلس شعب كده وهو قاعد، عضو مجلس نواب يعني، هو قاعد كده بيسال وزير في سؤال هو نفسه يطمن بالسؤال ده. يعني اسئله الشارع أرجوكوا وصلوها للوزراء في كشف الحساب اللي بيقدموه لحضراتكم. وصدقيني النائب أساسا جاي محمل بكثير جدا من الأعباء من الشارع ومن المواطن، المواطن أنا أقرب إليه من أي حد تاني، فهو عنده مشاكل فمهم طبعا. وهو نفسه يسمع إن سؤاله فعلا زي ما حضرتك قلتي اتسأل وسمع الرد اللي يرضي نفسه ويشفيه. علشان يعني كده أنا أصريت أقول تصريح وزير النقل فيما يتعلق بتوسعات الدائري، إنه قال مش هنطلع حد من بيته بدون تعويض، لأنه الناس لازم تطمن حتى لو فيهم مش حتى لو فيهم هم الحقيقة برضو. يعني هو بس المشكله انه احنا الناس ساعات بتزعل من الحقيقه، يعني لما تقولي ان في جزء كبير قوي قوي مخالف وهو ما كانش ينفع اصلا يبني في الاماكن دي و الناس بتزعل، الناس دايما بتزعل من الصراحه يعني. لكن حتى في ظل ده هو قال انه مش هنطلع حد من بيته بدون تعويض، مش كده ولا كان في كلام اكتر؟ ده هو كده بالفعل عشان يحافظ على البعد الاجتماعي، على البعد الاجتماعي أيوة. ويحافظ كمان على الكيان اللي اتبنى بالفعل، عشان ينقله لازم ينقله الاماكن امنه أيوة. لان ممكن تكون بيت فيه اربع اسر، الاب واولاده متزوجين في نفس البيت ده. صحيح. فطبعا احنا كدوله برضو اهم حاجه عندها هو المواطن المصري أيوة. والامن القومي، ان احنا نحافظ عليها في المرحله اللي احنا فيها. ما تنسيش برضه حضرتك ان كل اللي حصل ده كان اهم ما يهم الدوله في المرحله اللي فاتت، نقل المواطن المصري لحقوق الانسان الحقيقيه أيوة. وهي اهم ملف حصل فيه اللي هي العشوائيات طبعا، نقلها من جانب اللا ادمي للجانب الادمي الانساني اللي يستحق بالفعل. دي الكرامة الإنسانية، دي الكرامة الإنسانية. أنا بشوف إنه مسألة إنه تنقلي الناس من الأماكن الغير آمنة أو من الأماكن العشوائية دي اللي كانت بتقع عليهم وسكن غير آدمي، إنك تقدم لهم الخدمة دي وإنك تحطيهم في مكان آمن، هو دي هي دي الحماية يعني. صحيح. يعني كنا نحلم بيها يا أستاذ عزة من 6 سنين ان ده هيحصل، ان احنا ننقل كل كميه البشر. دي كانت شعارات الثورات، الكرامه الانسانيه دي. كنا نحلم ان هي بس الناس بتنسى تقول ان هي دي الكرامه الانسانيه يا جماعه، يعني هي دي الكرامه الانسانيه. شفتي زمان لما كانوا بيصوروا في شقه تعبان وكنت شفتي المواطن كان بيبقى عايش ازاي في غرفه؟ ما انا رحت وسجلت. طبعا 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 صحيح. كنا احنا كان حلمنا ان هي بعد 15 سنه تتحقق، ان احنا ننقل الناس دي. أيوة. في خلال 3-4 سنوات بدأنا تدريج الدولة المصرية تنقل الناس دي بشكل صحيح. ايه بشكل آدمي، بشكل نعم. منقولات كاملة، مفروشات آدمي كاملة محترم طبعا. ما انا بقول لحضرتك هي دي الكرامة الإنسانية، ده تحقيق لكل اللي كان بيطلب الفترة اللي فاتت. بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب، بشكرك فندم، بتمنى لك التوفيق.